السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نعمل مثلا قائمة جديدة، اقول له سي يو اي، تمام، اللي هي كاستمايز يوزر انترفيس. هتبدأ تفتح لي القائمة ديت، ده هنا الورك سبيس، تقدر تضيف ورك سبيس جديدة، هنا مثلا الريبون، تقدر تيجي هنا تشوفهم كلهم، تاب البانل، هتقدر تقول مثلا انا عايز اضيف تاب جديدة مثلا، وتختار الاسم بتاعها، تمام، يعني دي مثلا تختار هنا البانل، تقول مثلا انا عايز انوتيش تكست زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز بقى ايه تول بار مثلا معينة، او عايز منيو. طيب خلينا مثلا نختار تول بار، كل اللي انا هقوله دلوقتي ينفع يتعمل فيهم كلهم. بتدوس رايت كليك هتلاقي نيو تول بار، نيو ريبون، زي ما انت عايز. نيو هتسميه مثلا اسم مميز، وليكن مثلا بيم اريبيا، تمام. طيب دي كده هتبقى فاضية. طب أنا عايز أحط فيها حاجات بقى، تبدأ بقى تشوف الحاجة اللي أنت عايزها وتبدأ تحطها في هنا، تبدأ تسحب كده من الشرط اللي تحت دول. ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز مثلا كوبي، تمام، وتبدأ تحطها هنا، تمام، هتبدأ تظهر الحاجات دي. ممكن تقول له أنا عايز نيو تول بار، عايز نيو فلاي أوت، رينيم، ديليت، تمام. تبدأ تشوف إيه الحاجة اللي أنت عايز تحطها، تبدأ تختارها هنا. ممكن تقول له انا عايز مثلا فاين ذا بليس، عايز افصل، تمام. تقدر تحط اي حاجه هنا، تقدر تدوس على واحده فيهم، هتلاقي ده الماكرو، ده مثلا زي البرمجه بتاعتها. تقدر تيجي هنا وتكتب الكود اللي انت عايزه. ممكن مثلا تيجي على دوت وتقول له مثلا انا عايز اعمل منه دبل كيت، تمام، وتسميه اسم جديد، تسميه مثلا اكس، مثلا اكس واي زد، رينيم، وقفل الرينيم. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اضيف زرار جديد. طيب هنضيف زرار جديد منين؟ تعالى هنا الكوماند هوت، ده اللي احنا هنضيفه، اقول له رينيم واسميه مثلا اكس واي زد، تمام. طيب اسحبه وابدا احطه هنا في قلب الزرار اللي حاطينه اهوت، الاكس والواي والزد دوت. تبدا تكتب الماكرو بتاعه هنا، تبدا تديله التاج بتاعه، تبدا تديله تغير الاسم بتاعه، تحط له صوره رمزيه، صوره كبيره. طيب هقول له بعد كده اوكي، هيبدا يعمل لي الزرار بتاعي اهوت اهوت. لو جيت تدوس عليه هتلاقي هو اسمه بمقربه ومتعلم عليه، صح. تقدر تختار اي واحد فيهم وتبدا تنفذ الاول بتاعتك، يعني عايز 3 دي 3 بوينت، هتبدا تهدي له 3 نقط ويبدا يغير لك الحاجه. تقدر تعمل واحد مثلا بقى اهم الاوامر اللي انت بتستخدمها، تبدا تتظبط انت الزرار اللي انت عايزها وتحط